مرحبا، معكم ماجدة نصر الدين. اليوم رح نتعلم سوا نعمل بوك مارك. بدنا نعمل شيء بيشبه هالأشكال. طبعا فينا نكتب الرسالة اللي بدنا إياها، فينا نهديها لمين بنحبهم، اللي بيحبوا القراءة هدية بتضل منا. رح نحتاج ماسكينج تيب، رح نحتاج خيط، أي نوع خيط. أنا استعملت الجونفيس لأني كتير بحبه طبيعي، وبدنا بانشر اللي بننقر فيها الورق، وبدنا قلم، وطبعا الوان مائيه لانه نعم نعملها على ورق الوان مائيه. قصيت انا قطعه 18 ب 6 وهون 12 ب 6. اوكي، قطعه كبيره وقطعه صغيره. رح نعمل اثنين تكنيك مختلفين. رح بلش بالطويله بالكبيره، رح اعمل ويت اون ويت، بحط مي، وطبعا انا محضره الواني حتى ما ينشف المي على الورقة قبل ما نحط اللون. هيدا مشروع هيك بسيط حلو مهضوم، تعملوه انتو ولادكن، انتو اخواتكن، يعني مشروع هين للأطفال كمان فينو يشاركوا معنا فيه. اخدت اصفر، اي الوان بدي اياها باخدها، ما في شي بيمنعني استعمل اي الوان انا حابة استعملها. هوني انا رح استعمل الوان الخريف، الاورانج، بحب استعمل الكريمزون، الماجنتا، هيك كأنه عم نعمل شي خريفة. اورانج اغمق شوي، رح اول اصفر بهالمطرح انه هلا لما ينشف الوات اون وات ما بيكون هالقد قوي، فبعمل حسابي زيد لون شوي. بهالشكل قد ما بدي بزيد الوان وبهذب اللون. هلا لازم انطره لينشف. بهالوقت رح نعمل هيدي التكنيك، حطيت ماسكينج فلود رح اعملها هون، بس رح نستعمل هيدي لانه ناشفه. اوكي، باخذ الماسكينج فلود، وطبعا فيكم تعملوها هاي الخطوه بدون ماسكينج فلود، بس انا حابه اعلمكم كيف نستفيد من الاشياء اللي عندنا. نعمل دوائر بسيطه وين ما بدي، بنطرهم لينشفوا. اوكي، وطبعا دايما بنستعمل ريشة كتير رخيصة لحتى ما ننزع الريشة اللي بلون فيها. اوكي، هلا رح اضطر انطر لينشفوا شوي وبرجع لكم. هلا نشفت اول طبقة، رح اعمل طبقة تانية اقوى شوي، ورح اعمل تكنيك كتير رح يعطيني احساس حلو. عم حط مشتقات الأحمر، الأورانج، الماجنتا، وأكيد ما بنسى الأصفر الحلو. أكيد في سبب لعم مقوي ألواني هيك. رح أعمل تكنيك المحرمة، باخد أي محرمة عندي بعملها بأي طريقة بدي إياها، وبلش اعمل هيدا التكنيك اللي حكينا عنه بتكنيك الالوان المائيه. اوكي، كمان بضطر لما ينشف لكفه، بس قبل هلا رح انتقل لهيدي نشفه، رح اعمل ازرق هيك مثل الكولر ووش سريع. ممكن اخذ اكثر من لون ازرق بشكل يصير عندي تدرج. مجددا بنطر لا ينشفوا قبل ما نكفي.
هلأ نشف اللون اللي حطيناه. رح أعمل رسمة مهضومة كتير بسيطة، أنا بسميها زهرة الطفولة، سبق ورسمناها بالقهوة اللي مذكر، هي اسمها الهند بالبرية. نعمل دائرة صغيرة، دائرة أكبر شوي لنعمل المركز تبع الزهرة، وبلش طلع الغصون الصغار، العروق الصغار من المركز. حيكون عندي أكبر وأصغر، وطبعا بحاول حافظ على تدويرة تبعه، وحبينا نستعين بأي دائرة فينا. أوكي، لاحظوا عم بعمل اشياء كبيرة واشياء صغيرة بين بعض، حتى بينا انه هي معباية ومش فلات. اوكي، هلا رح اعمل هيدا الشكل، حعملكن وحدة هيك على رواق. يعني شكل سريع، يعني ما في شكل مثالي لهيدا اللي عم نعمله بشكل عفوي. عم نعمل زهرة، هيدي بتذكرني كتير بطفولتنا لما كنا نحملها وتطير، ومرات نحملها ونزعل انه وقعوا كلهم قبل ما نحنا ننفخ وكنا نتمنى امانة وامانة نحن وعم ننفخ عليها. اوكي، هلا هون رح شد رح اعمل شوية اسود زيادة على اساس هي المركز، لاعطي انطباع انه هي معباية وفيها من جوا، وقد ما زدت ما في عندي مشكلة. هون رح اعمل الساق اللي هو ستام، اذا بدكم بعرضه شوي، واذا بدكم نخليه خط واحد مثل ما بتريدوا بيمشي، يعني اثنين بيمشوا. بهالشكل ممكن هون نزل هيك كأنه واقع منا، ممكن نعمل نقط، شوية نقط. هوني سمكت ملاحظين، بهالشكل سريع. اوكي، خلصنا اول وحدة. هلا هون عندي ناشف الماسكينج فلود، رح شيلهم. ممكن نستعمل محاية بس برواق لحتى ما نجرح ورقتنا، ممكن نستعمل اصبعنا عادي لنشيل الماسكينج فلود من بعد ما ينشف طبعا 100%. رح اعمل شي بسيط كتير كمان هون، رح اعمل عرق اخضر، رح اخد ريشة كتير صغيرة رح نزل عرق اخضر، وهيدا اللي عم برسمه عم بعمل زهرة الميموزا. الميموزا زهرة صفرة كتير حلوة، هيك بيكون ورقة بيكون ورقة كتير ناعم. نعملهم بشكل سريع، يعني أنا بتمنى هالمشروع نتشارك فيه مع أطفالنا، مع أخواتنا، مع مشروع كتير حلو وكل حدا فيه يشتغل فيه، هين بسيط. اوكي، هي رح اخذ الاخضر اللي اغمق شوي، رح اخذ شوية كحلة يعطيني الاخضر الغامق،
يعني بنحاول قد ما كانت المسافة صغيرة عنا، المساحة عفوا صغيرة عنا، بحاول درج شوي اللون حتى أعطي غنى وقيمة لونية للشي اللي عم بعمله قد ما كان صغير وقد ما كان ناعم. اوكي تقريبا هيك. هلا هون رح لون الميموزا وبرجع بكفي على الغصون الصغار. الميموزا عبارة عن دائرة صفراء طبعا، ومعلش انه هودي الاشكال مش اصفر مش دائرة 100% ابدا ما بيأثر. اوكي هلا بتشوفوا ليه، لانه انا رح فوت فيهم، رح فوت خلالهم الاخضر لحتى يعطيني الاحساس الحلو تبع الميموزا، لانه هي وردة كتير مكبسة بتكون، الاصفر بيكون كتير كتير فوق بعضه، غالبا يعني بتكون مثل كتلة اشياء صفراء، فحبيت اعمل هالاحساس بشكل بسيط وناعم ومش صعب ابدا. عملنا اول وش. هلا لحتى اكد على الاصفر، لاحظوا تركت شوية بياض بمطارح محددة حتى اكد على غمق الاصفر شوي، رح اخذ الاصفر الاغمق وزد له شوية أزرق لنعبر عن الظل اللي بيكون لما تكون شي، لما يكون شي دائرة يعني بهالطريقة. فينا نحط شوية أورانج. اشتغل شوي بشكل أسرع. حضراتكم فيكم توقفوا الفيديو أكيد لما بتحبوا، لما تحسوا انه انعجقتوا ما قادرين تلاحقوا. اوكي موضوع بسيط سهل ابدا، ما بده كتير يعني، لاحظتوا قد ايه هينه هالزهره، ما اضطرينا نرسمها لا بقلم ولا نعلمها ولا هيك دغري باللون، لانها هينه واوريدي استعملنا الماسكينج فلود حتى نعزل ونخلي اللون الابيض الحلو. رح اخذ شويه اصفر جرب حطه هون هلا، لانه الازرق هو خلفيه عم يطلع طبعا هيدي اغمق، بس مش غلط لانه الاخضر رح يكون ضارب عليهم، فابدا ما عندي مشكله انه يكونوا هيك. أو الأصفر مطارح طبعا، هيدي الرسمة إن كان هاي ولا هاي ممكن تكون لوحة، مش بالضرورة أبدا تكون بوك مارك، بس أنا طبعا حبيت أعملكم شيء نقدر نستفيد منه، نقدر نهديه، نقدر نحتفظ فيه إنه نحنا عملنا شيء حلو. يعني حلو الإنسان يعمل شغلات، شغل إيده، الناس اللي بحبهم لإلو، الاشياء اللي شغل الايد صدقوني ما بتتمن. اوكي هلا رح امرق على اعمل عروق مطرح ما بحس انه بدي. شوفوا موضوع بسيط، بستعمل ريشه صغيره قد ما فيي اساس تكون ناعمه، هي فعلا زهرة كتير ناعمة. حاولت فتش على اسمها بالعربي طلعت الميموزا، فأكيد إذا حدا بيعرف الاسم كان للهند بالبرية شو بيقولوا لها بالمطرح ما عايشين بتمنى يخبرني. كمان الميموزا اذا عندكم اسم تاني لها العربي بتمنى تقولوا لي. حسوا قد ايه ناعمه بسيطه، ما بدها جهد، بدها شويه طولة بال لحتى نعملها صح. طبعا قد ما بزيد عليها ورق بتطلع احلى بتطلع اغنى. بهالشكل. اوكي
ما رح اكتفي، انا ما رح زيد اكثر، خلي المشروع بسيط. هلا لا ينشفوا بخبركم شو بنعمل، برجع لكم. هلا نشفوا، شلنا التلزيق عنهم ورجعنا. اللي بدي اعمله هلا بجيب البانشر تبع الورق وبحدد تقريبا بالنص وبعمل هاي الفتحة. وفي هون مثلا اعمل تحت، مش ضروري فوق، بس حتى لو نقلنا على الرسمة ما بيأثر. وبرجع باخد خيط، اي نوع خيط، شريطة بتحبه غير هيك، انا بحب هاي لانه طبيعي. اوكي، فيكن هون تحطوا خرز، فيكن تحطوا اي شيء بتحبوه، فيكن تخلوها هيك سيمبل. وطبعا ما في شك هون فينا نكتب اي رسالة، ان كان هون ولا هون فينا نكتب اي جملة بنحبها، بالعربي بالانجليزي باي لغة بدنا اياها. نفس الشيء هون فينا نكتب رسالة للشخص اللي بدنا نهدي اياها. اوكي، وهيدي بنفوت الحبلة او الخيط او شو ما عم تستعمله وبنربطه. اوكي، ومنقص بزيادة بهالشكل، وصار عنا اثنين بوك مارك بوقت قياسي، ابدا ما اخذوا وقت معنا. الشيء اللي بدكم بس تعملوه انه تطولوا بالكم لحتى تنشف الالوان، لحتى ترجعوا تعملوا الطبقة الثانية. وهذا كان درسنا لليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا، وان شاء الله بتفرجوني شو عملتوا بوك ماركس. فيكم تعملوا كتير الوان، ما تتقيدوا بالالوان اللي انا عملتها، بس حبيت هيك اعلمكم شي جديد تتسلوا فيه انتو وولادكم. ضلوا بخير، ضلوا مبدعين، بشوفكم بدرس تاني. باي.